السلام عليكم ورحمة الله. موضوع هذه الحصة هو المعطيات الموضوعاتية الوصفية، وهو يشكل الجزء الأول من موضوع عام، هو موضوع الخريطة. سبق وأن تحدثنا عن أن الخريطة تتكون من صورة كارتوغرافية ومن شروح. الصورة الكارتوغرافية تتضمن مكونين هما هيكل الخريطة الذي كان محور درس سابق، وموضوع الخريطة الذي سنعالج فيه الجزء الأول. يتطلب موضوع الخريطة توفر معطيات وصفية نقوم بالتعبير عنها كارتوغرافيا باستعمال مجموعة من المتغيرات البصرية. ما هي المعطيات الوصفية؟ ما هي أنواعها؟ المعطيات الوصفية هي مجموع الخصائص الوصفية للظواهر الجغرافية. كل ظاهرة جغرافيا نمثلها على الخريطة بأشكال هندسية، فيصبح هذا الشكل الهندسي معطى جغرافي. هذا المعطى الجغرافي لنفرض أنه بناية، سنمثلها بشكل هندسي. هذه البناية لها ثلاثة أبعاد، لها توطن معين، أي لها موقع في المجال وتوطن على الخريطة. هذا التوطن خلال زمن معين. ثم هذه البناية لها مجموعة من الخصائص. من هذه الخصائص مثلا العلو، عدد الطوابق، هناك التاريخ إنشاء هذه البناية، النشاط المزاول في هذه البناية. إذن فالعلو وزمن الإنشاء والنشاط تعتبر بمثابة خصائص لهذه البناية، أي بمثابة معطيات وصفية لها. المعطى الجغرافي كما ذكرت لكم، أو المعطى يسمى معطى جغرافيا عندما يتضمن معلومة قابلة للتوطين في المجال، أي قابلة لأن نضبط موقعها في المجال وأبعادها. بالنسبة للمعطيات الوصفية لها مجموعة من المصادر التي نستقيها منها، وأهم هذه المصادر هناك الجداول الإحصائية، الدراسة الميدانية أو الدراسة المخبرية في المختبر، هناك النصوص، هناك الخرائط والصور الفضائية، حتى نستطيع تمثيل هذه المعطيات ينبغي علينا أن نتعرف على طبيعتها. هناك صنفان كبيران من المعطيات، معطيات نوعية وأخرى كمية. إذن ما الفرق بين هاتين المجموعتين من المعطيات، وما هي مميزات كل واحدة منها؟ سنبدأ بالمعطيات الوصفية النوعية. المعطيات الوصفية النوعية هاتي يمكن تصنيفها حسب أسمائها وحالاتها. هي معطيات غير قابلة للقياس بواسطة العمليات الحسابية، ولكن
يمكن معالجتها ببعض العمليات المنطقية غير قابلة للقياس بواسطة العملية الحسابية. إذا أخذنا معطى نوعي الجنس مثلا، الجنس هو إما من نوع الذكور أو من نوع الإناث، لا نستطيع أن نقوم بعملية حسابية كأن نجمع فردا ذكرا مع فرد أنثى وننتظر أن يعطينا نتيجة. مثلا سعيد زائد مصطفى وننتظر نتيجة حسابية، هذا غير ممكن. لكن يمكن أن نصنف سعيد ومصطفى في فئة معينة هي فئة الذكور، كما يمكن أن نصنف فتاتين ضمن فئة الإناث. يمكن معالجتها، إن لم يكن ممكنا معالجتها بعملية حسابية فيمكن معالجتها ببعض العمليات المنطقية. مثلا مصطفى موجود لكن أحمد غير موجود، مصطفى وأحمد يلتقيان في صفة واحدة، مثلا لهم نفس العمر إذن هناك تشابه، أو يختلفان في عمرهما إذن هناك اختلاف. فهذه هي العمليات المنطقية، تتجلى في حضور أو غياب الظاهرة، تتجلى كذلك في تشابه هذه الظاهرة مع ظاهرة أخرى أو الاختلاف فيما بينهما. المعطيات النوعية هي من صنفين، إذا لنتفق على أننا نعالج أصنافا أو حالات. الصنف الأول هو المعطيات النوعية الإسمية، وينطبق عليها هذا التعريف. ثم المعطيات النوعية الترتيبية، الفرق بينهم: في المعطيات النوعية الإسمية يتم تصنيفها حسب أسمائها وحالاتها، وقد تكون ثنائية كما ورد قبل قليل في مثال الجنس. هذه كما ذكر تخضع لبعض العمليات المنطقية المحدودة، تقتصر على معرفة وجود أو غياب هذا المعطى في منطقة معينة، معرفة تشابه أو اختلاف عناصر هذا المعطى فيما بينها. مثال على معطى نوعي اسمي: أصناف الصناعات، صناعة النسيج والصناعة الغذائية، صناعة ميكانيكية، صناعة الصلب. فهذه تعتبر بمثابة أنواع للصناعات. أيضا أشكال استعمال الأرض في منطقة معينة، هناك منطقة مخصصة للمساحات الخضراء، ومنطقة عبارة عن شبكة طرقية، عفوا، وهناك مجال للشبكة الطرقية، ثم هناك منطقة سكنية ومنطقة صناعية. إذا هنا نحن نقوم بتصنيف أشكال استعمال الأرض. الصنف الثاني وهو المعطيات النوعية الترتيبية، هي تأخذ هذه الخصائص، وجود أو غياب المعطى وتشابهها، ولكن هناك شيء آخر يميزها عن المعطيات النوعية الإسمية، وهي أنها قابلة للترتيب المنطقي. بمعنى عندما أشير إلى ثلاثة أشخاص، هذا الشخص طويل، وهذا الشخص متوسط، وهذا الشخص قصير، فهذه الصفات الثلاث ترتب لنا هؤلاء الأشخاص، وكما رتبتهم أنا فيمكن لأي شخص آخر أن يرتبهم بنفس الترتيب: طويل، متوسط، قصير. إذن فهو ترتيب عفوي. عندما
أستطيع ترتيب معطى نوعي بشكل عفوي، فهذا يعني أنه معطى نوعي ترتيبي. مثال تصنيف المدن، هناك مدن كبيرة، مدن متوسطة، مدن صغيرة الحجم من حيث عدد السكان مثلا. تصنيف الشبكة الطرقية، هناك الطرق الوطنية وهناك الطرق الجهوية وهناك الطرق الإقليمية.